يقول: لعلي أتجنب كثيرا الوقوع في خلاف مع الأقارب أو الأصدقاء، ولكن إذا وقع الخلاف فإنني أغضب كثيرا ولا أحب لقاء الشخص ولا حتى الحديث معه، حتى وإن كان من أقرب الأقرباء، سواء كان أخا أو ابن عم أو عم. فما عساي أن أصنع؟ وهل علي إثم من جراء ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الغضب خصلة ذميمة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي قال له أوصني قال لا تغضب، كرر عليه مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. والغضب من الشيطان وله علاج، وذلك الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتسابان حتى إن أحدهما قد انتفخت أوداده من الغضب، قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها فذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالها الرجل فذهب عنه الغضب. فعلى المسلم أن يدفع الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك يدفع الغضب بكف نفسه عن الانتقام حال الغضب وعن الإيذاء حال الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب خصلة إنسانية موجودة في الإنسان، كل يغضب، ولكن على الإنسان أن يعالج الغضب وألا ينفعل مع الغضب وينفذ مع الغضب، ينفذ مع الغضب ما أراد من الانتقام. بل عليه أن يحبس نفسه وأن يمسك لسانه ويده عن الانتقام حال الغضب، وأن يصبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك هناك أشياء أخرى تعالج الغضب، منها الوضوء، لأن الغضب من الشيطان والوضوء، والماء يطفئ النار، فإذا توضأ الإنسان فإن هذا يذهب عنه الغضب بإذن الله. كذلك تغيير حالته، إن كان واقفا يجلس وإن كان جالسا يضطجع، وهكذا يحول حالته التي هو عليها ليملك نفسه ويرغم الشيطان فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.